الأمنية، وأيضا اليوم هذه المقاربة التشاركية خصها تكون فيما يخص التجهيزات العمومية وأجل الإنجاز ديالها، لأن اليوم ما يمكنناش نأثروا هذه العملية وما عندناش التجهيزات العمومية كتواكب هذه العملية. وأيضا كاينة واحد المواكبة الاجتماعية للساكنة المستهدفة، لأن بعض المرات ما كيبغيوش الأراضي كيبغيو الديور، بعض المرات كيبغيو الديور ما كيبغيوش الأراضي. دونك حنا غنشتغلوا على هذا التفعيل ديال هذه المواكبة الاجتماعية للساكنة المستهدفة. وأيضا كاين اليوم حنا بصدد مع وزارة الداخلية أيضا وضع واحد المنصة اللي غتشمل جميع ربوع المملكة، واللي حنايا أيضا حطيناها في بعض المدن باش أننا نضبطوا الناس اللي كيستافدوا المستفيدين، وما يبقاش عندنا المستفيدين كيستافدوا في مدينة وعاود كيمشيو لمدينة واحدة أخرى.